والحديث أكثر حول استمرار الميليشيات في استفزاز القوات الأمريكية في العراق باستهداف قواعدها ومصالحها، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من إسطنبول الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية رسام العقيد حاتم الفلاحي. مرحبا بك معنا. حياكم الله، مساء الخير لك ولمشاهدي قناتكم الكريمة. مساء الخيرات لكم. قصف شركة هاليبرتون النفطية في البصرة بخمسة صواريخ كاتيوشا يحيلنا إلى السؤال التالي: كيف تختار الميليشيات أهدافها، وهل لهذا الهدف تحديدا علاقة بأزمة النفط العالمية الآن؟ نعم، بداية دعني أقول بأنه الانسحابات التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية من القواعد العسكرية ومن بعض الأهداف المدنية كالسفارة والقنصلية في أربيل والقنصلية في البصرة في الفترة السابقة، هذه جعلت أن هناك أهداف أصبحت من الصعب على هذه الميليشيات الوصول إليها، خصوصا وأن الأهداف أصبحت مثلا في قاعدة عين الأسد أو أصبحت في منطقة كردستان العراق. إذن لا بد لهذه الميليشيات أن تبحث عن أهداف أخرى، ولكن هذه المرة هي أهداف اقتصادية. هذه الأهداف الاقتصادية منها الشركات النفطية، حيث تم استهداف هذه الشركة من قبل الميليشيات بخمسة صواريخ، ولكن عدد الصواريخ التي لم يطلق هي ما يقارب 11 صاروخ، وبالتالي هناك تقصد من قبل هذه الميليشيات بضرب هذه الأهداف الاقتصادية. كما أن حكومة بغداد هي ملزمة بتأمين الحماية لجميع الشركات العاملة في العراق، لأنه يعتبر واجب أساس من واجبات وزارة الدفاع والداخلية، وهناك قوات مختصة لحماية المنشآت كان يجب عليها أن تؤمن الحماية لهذه الشركات، علما بأن الموظفين الأمريكان في هذه الشركة قد انسحبوا منذ فترة بسبب تفشي فيروس كورونا، وهذه الشركة تعتبر هي العمود الفقري للاقتصاد العراقي لأنه يعتمد على الواردات النفطية بشكل كبير جدا. إذن هناك إشكالية كبيرة جدا في عملية توفير البيئة الآمنة لهذه الشركات العالمية، وبالتالي هناك إشكال حقيقي لحكومة بغداد التي فشلت في تأمين السفارة الأمريكية داخل بغداد، فكيف لها أن تقوم بتأمين الحماية مثل هذه الشركات في البصرة أو في مناطق أخرى؟ لماذا تصر الميليشيات على استهداف القواعد والمصالح الأمريكية؟ هل هناك مصلحة للعراق في ذلك؟ نعم، لا شك لا توجد مصلحة للعراق الآن، خصوصا مع وجود كارثة صحية أطاحت بدول كبيرة جدا وأضعفت اقتصادات دول كبرى، وهناك كارثة موجودة في أوروبا وفي دول كثيرة. العراق يعاني من أزمة مالية حقيقية، يعاني من تدني أسعار النفط في الأسواق العالمية، العراق مدان بأكثر من 145 مليار، هناك عجز في الموازنة، هناك انسداد في الأفق السياسي، هناك إشكال حقيقي في العراق. ما هي المصلحة لاستهداف الآن القوات الأمريكية في مثل هذا الضرب العصيب؟ ولكنها مصلحة إيرانية. فشمخاني علي شمخاني عندما زار بغداد في 8 مارس عند زيارته للعراق قال بأن العد التنازلي لطرد القوات الأمريكية من المنطقة قد بدأ، وهذا يعني بأنها هناك دفع إيراني على لهذه الميليشيات على أن تقوم بتصعيد العمل العسكري ضد القوات الأمريكية في العراق. هناك إشكال حقيقي بغياب الدولة، هناك لا توجد في العراق دولة، وبالتالي من يتحكم في المشهد العراقي هي عبارة عن عصابات وميليشيات خارجة عن القانون، وتأتمر بإمرة جهات خارجية وتأتمر بإمرة إيران حصرا. يعني هل يستطيع العراق تحمل تبعات أي رد أمريكي على ذلك، سواء بعقوبات اقتصادية أو بعمليات عسكرية ما؟ نعم، لا مثل ما قلت أنا لا مصلحة للعراق، يعني حتى لو قلنا أن العراق يستطيع أن يتحمل تبعات اقتصادية لما يجري الآن، طبعا العراق لا يستطيع أن يتحمل أي تبعات لا عسكرية ولا اقتصادية، لأنه حتى أي بلد عندما يريد أن يدخل حرب مع بلد آخر يجب أن تناقش القضية الاقتصادية، وهل الاقتصاد يتحمل لدخول هذه الدولة إلى هذه الحرب أو لا، هل هناك توافق سياسي أو لا. العراق يعاني من انقسام حاد الآن، الانقسام ضمن الطائفة الواحدة، البيت الشيعي فشل في التوافق على مرشح لرئاسة الوزراء. إذن هناك إشكال حقيقي في مسألة التعامل مع القوات الأمريكية التي ساعدت العراق في الفترة الماضية على استعادة الكثير من المدن
وبالتالي هناك اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي تحكم العلاقات ما بين العراق وما بين الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن ضعف الحكومة وتبعية العراق إلى القرار الخارجي هي التي أدت بوصول العراق إلى ما وصلنا عليه الآن. نعم، طيب الخارجية الإيرانية التي طلبت من ميليشيات الحشد الرد على أي تهديد أمريكي، هل اختارت إيران أرض المواجهة؟ ولماذا في العراق؟ لماذا لا تقاتل إيران أمريكا في مناطق أخرى؟ نعم، لا شك بأنه يعني من يراقب المشهد العراقي ويرى التدخل الإيراني السافر في العراق يرى بأنه إيران يعني تريد أن تقول بزيارة مثلا قاآني إلى العراق في الفترة الماضية عندما زار هذا الرجل وأجرى العديد أو سلسلة من الاجتماعات مع الكتل السياسية ومع الأحزاب ومع قيادات الميليشيات. إيران تريد أن تقول لأمريكا بأنها لن تتخلى عن هذه الميليشيات وهي ستدعم هذه الميليشيات في أي مواجهة مقبلة مع القوات الأمريكية، وإنها لن تنكفئ على نفسها كما قالت الولايات المتحدة الأمريكية أن قتل سليماني سيجعل إيران تنكفئ إلى الداخل، وبالتالي القرار الإيراني سيكون بطيء أو سيكون لن تستطيع أن تتخذ قرارات حاسمة، وبالتالي هي رد على 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 مقولة بومبيو بأن إيران بعد سليماني ستنكفئ جغرافيا. والرسالة الإيرانية واضحة للولايات المتحدة الأمريكية بأن الانسحابات التي جرت هي جرت بسبب ضغط الفصائل التابعة لإيران بقصف المواقع الأمريكية. نعم، في حال التزمت الميليشيات بهذا التوجيه الإيراني، وهي عادة ما تلتزم كما تعرفون سيد حاتم، كيف يمكن أن يكون موقف الحكومة في بغداد؟ نعم، حقيقة أولا دعني أقول بأن حكومة تصريف الأعمال هي حكومة غير مكتملة الصلاحيات وهي حكومة ناقصة ولا يحق لها أن تتخذ قرارات حاسمة في الملف العراقي، وبالتالي لا تستطيع هذه الحكومة أو أستطيع أن أقول بأن هي جزء من 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 حكومة الميليشيات التي تشكلت وهي إيرانية الهوى أولا، وبذلك هي عاجزة الآن أن تتخذ أي إجراءات لردع هذه الميليشيات، وهي ترى ما تفعل الميليشيات في بغداد وما يجري من تصعيد داخل الأراضي العراقية، لكنها هي جيدة في إصدار البيانات فقط يعني، أما كإجراءات لرجم هذه الميليشيات وأن تتعامل كدولة مع دولة أخرى، إذا كان الوجود الأمريكي غير يعني أن نستطيع أن نقول لا مصلحة للعراق فيه، فيجب أن يكون ضمن إجراءات حقيقية تقوم بها حكومة كمكتملة الصلاحية، وأن يتم إخراج هذه القوات من خلال التفاوض مع القوات الأمريكية. أما أن تتحكم في المشهد العراقي ميليشيات تابعة لإيران ولمصلحة إيرانية لا تصب في مصلحة العراق، إذن هناك إشكال حقيقي في إدارة الدولة، ونحن نعاني من هذه القضية حقيقة بشكل كبير جدا. شكرا لك من اسطنبول الباحث في وحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية رسام العقيد حاتم الفلاحي.